أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمني وانفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. في هذا الدرس سوف نقدم فكرة جديدة والتي تتمثل في عنصر باركود أو مثال باركود. هذا المثال هو مهم والذي يستعمل في كثير من التطبيقات وخصوصا في المحلات التجارية وجميع التطبيقات حتى المؤسسات يستعمل باركود. وهذه التقنية مستقبلا تكون دائما حاضرة في تطبيقاتنا. أولا نجذب الخطوط التي هي مثل هذه التي تكون على شكل باركود هذه الأشكال. وهناك الأشكال الجديدة المربعة، سوف نأخذ مثال على هذه نأخذ الفكرة وكل واحد كيف يقوم بعمله يطور فكرته حسب التقنية القادمة. هذه الأكواد يعني نستخدمها أو نجذبها من النت، من الإنترنت. نبحث عن الخطوط، هذه هي فقط نكتب كود بار، تأتينا مجموعة من الخطوط ولديها أسماء مثل هنا كود 39، هناك كود 128، كود كذا. توجد كثير من الأكواد المستعملة. سوف كيف نقوم بعملية الاستخدام؟ أولا ننسخ هذه الأكواد، ننسخها. سوف أحددها، عندي أربع خطوط هنا، أحددها في الأربعة وننسخها هكذا. ونذهب إلى القرصي، إلى الويندوز، هنا في فونت، نفتح فونت هذا المجلد ونقوم بعملية اللصق هكذا. هذا انسخته، اربع خطوط هنا. نقلق الملف هكذا. نعطيك مثال نظرة. اولا نفتح مثلا الوورد، هنا الوورد، نذهب الى الخطوط هنا. عندما نذهب إلى الخطوط نرى أن الخطوط التي نسختها مثلا مثل هذا الخط، ها هو هذا الخط الذي نسخته لبار كود، أو الخط الآخر مثلا. هما أربع خطوط، وإذا كنت يعني أعرف الاسم الخط نكتبه هنا مثلا، ربما اسمه كود 39. مثلا هكذا. المهم سوف أستعمل ذلك الخط الذي وجدته، هذا الخط. وعندما أكتب هنا أضع اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، وعندما أكتب هكذا سوف تظهر الخطوط على شكل هكذا تظهر شكل الخط. نعطيه مثلا 18 لكي يوضح. أحدد النوع الخط، أحدده هكذا، يعطينا مثلا، نعطيه مثلا هكذا من قبل 26، هذا هو الخط الذي كتبته. إذا رجعت مثلا سوف أرجع إلى الخط العادي، يعطيني ما الذي أكتبه بالتايم، هكذا كتبته. هي هذه الحروف التي كتبتها هي التي عندما تكون بالتشفير تكون بهذه الطريقة. هذا المثال سوف نطبقه في تطبيقنا في الدلفي. كيف يكون ذلك؟ نفتح الدلفي هكذا، نختار
نختار إيديت أ إيديت إثنان ونختار أبل أ هكذا. إيديت أ وإيديت إثنان نتركهما كما هو هكذا، ولكن لابل أ سوف نعطيها في نوع الخط، نعطيها الخط الذي وضعناه هنا مثلا لابل أ، نعطيها الخط الذي أريد الذي للكود بار الذي أريد أن أعطيه لها. سوف أعطيها مثلا ها هو الخط، هذا الخط مثلا أريد أن أعطيه هذا النوع، هذا النوع من الخط، نعطيه أوكي هكذا. إذن خرج هذه هي إيديتا وإيديت اثنان. نعطيه الكود، لقد أعطيته الكود هنا، عندما نضغط مرتين على إيديتا نقول له لابل ان كابسيو، يعني لابل ان وش تأخذ؟ تأخذ إيديت ان تكست زائد نضع فاصلة عنوين زائد إيديت اثنان، يعني يأخذ التي نكتبها في إيديت ان وإيديت اثنان تأخذها كابسيو ان فقط. هذا مكان هذه التعليمة أضعها في إيديت ان وأضعها في إيديت اثنان. عندما نضغط مرتين على إيديت اثنان نكتب هذه التعليمة وأنسخها كذلك نفس إيديت اثنان. عندما نضغط عليها اثنان إيديت اثنان نضغط عليها مرتين نضع نفس الكود الذي وضعته هنا فقط. هذا مكان، هذا ما يوجد في التعليمة. إذن عندما لابل أ تأخذ إيديت أ زائد إيديت اثنان ننفذ البرنامج، نحفظ وننفذ البرنامج هكذا. عندما أكتب هنا سوف أكتب هنا ها هي تكتب على لابل، وأكتب هنا كذلك سوف تكتب هنا نفس الطريقة هكذا. عندما أمحوها من هنا كذلك أمحوها من هنا لا يوجد شيء، هنا لا يوجد شيء. عندما أكتب تظهر الكتابة الإيديت وإيديت اثنان. هذه عبارة عن كتابة، الكتابة التي أكتبها في إيديت أ وإيديت اثنان مشفرة عن طريق الكود بار. هذا الكود بار عبارة عن حروف التي هي في إيديت أ وإيديت اثنان. لنفرض أن إيديت أ هي مثلا الحقل الأول وإيديت اثنان هي الحقل الثاني. لدينا مثلا مجموعة من الحقول تحتوي على الاسم واللقب والكود وكذا التي نريد أن نضعها في الكود بار. مثلا أريد أن نضع الاسم واللقب والرمز، رمز للشخص أو رمز لدواء معين أو رمز لكذا أو كود معين، يكتبه كاملا هنا في هذه الكود بار. عندما يكتب الكود بار توجد العملية العكسية، يعني الذي يحلل، هناك جهاز للكود بار أو عفوا باركود، جهاز يحلل الباركود هذا، يحلله إلى الحروف التي نعرفها أو الأسماء التي نعرفها. عندما يحللها يعطيه الاسم واللقب أو يعطيه كذا. وتوجد طريقتها كذلك في الدلفي، يعني عندما تضع الجهاز هنا يقرأ الكود، عندما يقرأ الكود يعطيك الاسم الشخص أو يعطيك اسم الدواء أو يعطيك كذا، يعطيك العملية العكسية. هنا أخذنا أنه كيف يستعمل كذا. وهذا الباركود عادة يستعمل الآن في الوثائق وفي جميع التي نستعملها في الحياة اليومية، في جميع الأشياء، في كل شيء، وخصوصا درك في تطبيقات المحلات أو في تطبيقات كذا كذلك يستعملون الباركود هذا. ولو أنه متطور نوعا ما، وخصوصا ذلك الشكل المربع، ذلك تجدونه في الانترنت، تبحث عن أنواع الخطوط المستعملة حديثا وتستخدمها وتعطيها كما تشاء من الاسم أو اللقب أو الكود، أو تدمجهما مع بعضهما كما وضعتنا إيديت أ زائد إيديت اثنان. المهم في جميع الحالات هذه الطريقة التي تستعمل للباركود، وهي طريقة سهلة
لا توجد فيها صعوبة. هذه هي الفكرة التي أردت أن أقدمها لكم، إن شاء الله أن تنال إعجابكم وأن تستفيدوا منها وأن تطبقوا كثير من الأمثلة لكي تفهموا، لكي حتى تضعونها دائما في تطبيقاتكم. لا توجد منها الكثير، يعني تأتي بنوع الخط للباركود من الانترنت، اي خط. عادة سابقا كانوا يستعملون 39 او 128، ولكن الان راه في تطور، توجد خطوط جديدة بالنسبة لهذا الباركود، وتطبقه على اي حقل من الحقول كما استعملته انا، سواء تستعمل حقلين او ثلاثة او اربعة او خمسة. ان شاء الله انكم استفدتم من هذه الفكرة وفهمتم الفكرة. هذا ما لدي ان اقوله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.